التحرير والمنظمات هذه المؤسسات هو فرج بكم ان شاء الله، ويكون هذا انه الله يفرج عليكم. وهذه المناسبه كذلك نحيي الاطر والمنظمات والمؤسسات على التواجد ديالهم. هذه هي الحياه. لكم عيد مبارك سعيد وجميع المتمنيات، واحلى متمنى لكم ان كنا هو الفرج ان شاء الله. لا يستنكم ان شاء الله نخرج من الاسوار ديال السيدي، نكمل قرايتي ونخدم ان شاء الله، ونكون انا كيف ما بغيت وكيتمناوني والديا.